هنفكر بعض بخمس فوائد لنبات المورينجا. تمام، يعني عاوزين نقول كده سريعا ان هي طبعا واحدة من الاعشاب الهندية المعروفة من زمان، لكنها حققت شهرة مؤخرا في الفترة الاخيرة بسبب انتشارها على السوشيال ميديا او الكلام عنها على السوشيال ميديا ده طبعا، وشهرتها في مصر في الفترة الاخيرة. خلينا نشوف معلومة تهمك وفوائد عن المورينجا ونرجع لكم مرة تانية.